Catch him red-handed. Caught you red-handed. 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 Red أحمر وhanded جاية من hand يعني yeah. ضفنا لها إيدي صارت صفة تستخدم للتعبير عن عدد معين من الأيدي اللي نستخدمها بشيء معين مثل two-handed game يعني لعبة تتطلب أيادي اثنين وهالكلمة بعد إلها ثلاث معاني. تابع الحساب واحفظ الدرس. ممكن نستخدم handed للتعبير عن عدد الأشخاص المطلوب وجودهم لفعل شيء معين مثل لعبة مثل a three-handed card game يعني لعبة تتطلب ثلاث لاعبين. أو ممكن handed هي فعل ماضي ومعناه سلمة مثل he handed each one a gift يعني هو سلم هدية لكل شخص. وhanded إلها بعد معنى هو قادة مثل he handed them into the carriage يعني هو قادهم لداخل العربة. خلينا نرجع red-handed معناها متلبسي مثل a police caught him red-handed stealing a car يعني الشرطة مسكته متلبس يسرق سيارة. وأكو مصطلح لازم نعرفه اللي هو right-handed. right-handed معناته يمناوي مثل ما نقول يعني يستخدم إيده اليمنى بفعل كل الأشياء اللي يسويها بحياته اليومية. وأكو مصطلح ثاني اللي هو left-handed. left-handed يعني هو يسراوي يعني يستخدم إيده اليسرى بفعل أغلب الأشياء اليومية.